السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن بدأت بالتحضير لهجوم كبير على العمق الإسرائيلي، وذلك من أجل الرد على ما جرى خلال 48 ساعة الماضية بين الطرفين، تطورات خطيرة للغاية قد جرت بين إسرائيل وجماعة الحوثي. وبدأت الأمور من هذه الطائرة المسيرة الخاصة بجماعة الحوثي التي دخلت فجأة وظهرت من البحر المتوسط واخترقت تل أبيب وحققت هذا الانفجار الكبير الذي ترونه بهذه الطريقة، وهو فاجأ الجميع، فاجأ الإسرائيليين، فاجأ العالم بأكمله. وكذلك بعد فحص من قبل إسرائيل لهذه الطائرة المسيرة ولقطع الطائرة المسيرة، وجدوا فعلا بأنها قادمة من اليمن، أطلقت من مناطق جماعة الحوثي، ووجدوا بأنها من طائرات صمات ثلاثة الخاصة بهذه الجماعة. ولكن هذه الطائرة هي طائرة مطورة ومحدثة كما تحدث العميد يحيى سريع، قادرة على تفادي الكثير من المنظومات الرادارية والدفاعية، وبالتالي هي قادرة على اختراق أي منطقة في الداخل الإسرائيلي، وهذا يغير الكثير من المعادلات بالنسبة طبعا لإسرائيل. والمثير بهذه المسألة أن هنالك شكوكا من قبل الأوساط الإسرائيلية بأن إيران من الممكن أنها تكون مشتركة بهذه العملية، ولكن هذه لا زالت قيد الدراسة من خلال النظر إلى هذه السفينة التي ترونها، وهي سفينة إليانا تحديدا الموجودة الآن تقريبا في البحر الأحمر كما تلاحظون. كانت سابقا هي موجودة في سوريا في 6 يوليو تحديدا في اللاذقية كما تلاحظون. السفينة ببساطة في 6 يوليو كانت موجودة في هذه المنطقة في سوريا في اللاذقية هنا يعني، وبدئها بالتحرك باتجاه البحر الأحمر وصلت طبعا باتجاه السواحل الإسرائيلية. وهنالك شكوك تحديدا من الانتل تايمز العبري، وجد بأنها من الممكن أن تكون قد شاركت بإعطاء الإحداثيات لجماعة الحوثي الجي بي اس الخاص بالنقطة بتل أبيب، وأي نقطة من الممكن لي جماعة الحوثي أن تستهدفه هنا في هذه المنطقة، وبعدها غادرت ووصلت للبحر الأحمر. جماعة الحوثي طبعا طورت وحدثت الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها صمات ثلاثة، وبالتالي هذه الطائرة المسيرة قطعت مسافة طويلة، حلقت لمدة 10 ساعات، وتعدت أجواء الجمهورية أو جمهورية مصر العربية، وصلت إلى البحر المتوسط. والمثير بهذه المسألة، إسرائيل كانت تراقب هذه الطائرة المسيرة لمدة 6 دقائق، ولكن التقييم الخاص بإسرائيل بأن هذه الطائرة المسيرة ليست معادية، لا داعي للتصدي لها، ولكن فجأة الطائرة المسيرة انعطفت على العمق الإسرائيلي وحققت هذه الضربة التي وجدناها في تل أبيب، ولم تكن هنالك أي ردة فعل من قبل الدفاعات الإسرائيلية، وهذا هو الذي دفع إسرائيل بالبدء بعملية الذراع الممدودة. هي العملية التي شاركت فيها عدد من الطائرات المهمة الإسرائيلية، ظهرت فجأة طائرات F-15 وهي تحلق بهذا الشكل، وطائرات F-35 الشبح أيضا الإسرائيلية من قاعدة نيفاتم، وكانت الطائرات قد انطلقت من عدد من القواعد الجوية الخاصة بإسرائيل. عدد من اللقطات القادمة طبعا من الجانب الإسرائيلي لهذه الطائرات F-15 كما تلاحظون، وكانت هذه اللحظات الأولى للاستهداف من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا هو الصاروخ المصور من الطائرة الحربية التي تهاجم المواقع لعدد من النقاط الموجودة في الحديدة تحديدا في اليمن. وتلاحظون هذه الاستهدافات الصواريخ على 4 رافعات موجودة في ميناء الحديدة كما تلاحظون، وملاحظ كيف أن النيران تشتعل في هذه الرافعات كما هو واضح. وكذلك كانت هنالك نقاط استراتيجية إسرائيل قامت باستهدافها في الداخل اليمني، تلاحظ اشتعال النيران كذلك استمر في خزانات الوقود حتى ظهر هذا اليوم كما تلاحظون، وأيضا نقاط أخرى على مسافة 4 كيلومترات أيضا قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. بشكل أوضح ما الذي استهدفته هنا إسرائيل وما الذي حققته من هذا الاستهداف، إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي إلى ميناء الحديدة، فخزانات الوقود التي ترونها هنا هي التي كانت الهدف الرئيسي بالنسبة لإسرائيل، وكانت هنالك صورة محدثة من القمر الصناعي لهذه اللقطة تحديدا، تلاحظ بأن هنالك دمار تقريبا كامل لكل هذه الخزانات. لاحظ هنا قبل وهنا بعد، وكيف هي مشتعلة هذه النيران بحسب أحدث صورة اليوم للقمر الصناعي. ودعونا نقترب من هذه الصورة قليلا
وستلاحظ كيف أن الخزانات قد اشتعلت بالكامل كما هو واضح. كذلك تحدثنا عن الرافعات، هنالك رافعتين واضحة بالقمر الصناعي، هذه الرافعات كلها كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. وكذلك على مسافة 17.7 كيلومتر تأتي محطة الكهرباء الموجودة في الحديدة، هي أيضا كانت هدفا ودمرت بالكامل من قبل الجانب الإسرائيلي. بالتالي الذي فعلته إسرائيل هنا عندما قامت بالرد على الهجوم بطائرة المسيرة خاصة بجماعة الحوثي، هي استخدمت 25 طائرة حربية تقريبا كما تحدث الأوبن سورس إنتل. وهذه الطائرات المسيرة كانت على الأقل 5 طائرات من طائرات F-35 الشبح، وبقية هذه الطائرات من طائرات F-15، وكذلك طائرات لتزويد الوقود هي التي رافقت هذه الطائرات. كانت الهجمات عبارة عن 8 موجات من هذه الضربات، وهي ضربت عددا من النقاط في حقيقة الأمر. واحدة من النقاط هي خزانات الوقود التي رأيناها، كذلك أيضا محطة لتعبئة الغاز، الرافعات الموجودة في هذا الميناء، وكذلك محطة الطاقة الكهربائية الخاصة بمدينة الحديدة. وضرب كذلك بحسب ما تحدثت عنه عدد من الأوساط اليمنية في داخل الحديدة، هو المقر التابع للقيادة أو قيادة الشرطة العسكرية الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، أيضا كان هدفا من قبل الجانب الإسرائيلي. وما تحقق هنا هو أن ميناء الحديدة قد خرج عن الخدمة تماما مع هذه الضربة، وهذا هو الذي يجعل أولى الأمور تتحقق بالنسبة لإسرائيل، هو أن عمليات التهريب الإيرانية التي دائما ما تأتي باتجاه ميناء الحديدة لإيصال الأسلحة والتقنيات لجماعة الحوثي للحصول عليها لتحقيق أو لصناعة المزيد من الصواريخ على سبيل المثال، أو حتى على الحصول على تقنيات صواريخ مثل صواريخ الفرد صوت مؤخرا، هذه قد توقفت تماما بسبب خروج هذا الميناء على الخدمة وتدمير الرافعات الخاصة به. وكذلك أن هذه الضربة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في كامل مدينة أو محافظة الحديدة، وانقطاع التيار الكهربائي يعني أن محطات ضخ المياه أيضا قد تأثرت لأنها تستمد الطاقة الكهربائية طبعا من هذه المحطة. وكذلك انقطعت الاتصال تماما، اتصالات الانترنت بشكل عام قد توقف، وبالتالي كل شيء مرتبط بالكهرباء قد توقف. وهذه ببساطة من الممكن أن تؤثر كثيرا على المواطنين اليمنيين في الداخل. كذلك شهدت الكثير من الطوابير للسيارات وهي تحاول الحصول على الوقود، بسبب أن أيضا محطات الوقود قد أغلقت أبوابها أمام المواطنين، في ظل أن من الممكن أن تكون هنالك أزمة خطيرة في الوقود جراء هذه الضربة. وهذا الانفجار في خزانات الوقود هو أدى في نهاية المطاف إلى خسارة ملايين الدولارات في حقيقة الأمر. والوضع الاقتصادي في اليمن وتحديدا في مناطق جماعة الحوثي هو سيء للغاية، بالتالي هذه الظروف وضرب البنى التحتية بهذا الشكل من قبل الجانب الإسرائيلي إن استمر بهذه الطريقة، هذا يعني بأن المنتقدين لجماعة الحوثي سيزداد عددهم بشكل كبير، ستظهر الانتقادات، ومن الممكن أن نرى التظاهرات أيضا تظهر لمواجهة جماعة الحوثي، لأن المواطنين يريدون الخدمات في نهاية المطاف، وهذا سيعطي قوة أيضا للمجلس الانتقالي الجنوبي في أي مواجهات مستقبلية مع جماعة الحوثي وكذلك الحكومة الشرعية اليمنية. وأيضا يهدد الحديدة بشكل عام، ضرب البنى التحتية بهذه الطريقة قد يهيئ لعملية تقدم مفاجئ في هذه المحافظة، وهو الذي قد يبعد جماعة الحوثي في نهاية المطاف إلى هذه الجبال المرتفعة، لأن الأرض في محافظة الحديدة تسمح لأي طرف بغض النظر عن الجهة التي ممكن أن تقوم بهذا الهجوم أن تتقدم في هذه المنطقة التي لا تعتبر وعيرة مثل هذا الوضع الجبلي الموجود باتجاه صنعاء والمحافظات الأخرى. بالتالي الظروف تصبح صعبة فجأة، وأصبحت صعبة مع هذه الضربة الإسرائيلية، وهي الضربة الأقوى على الإطلاق التي تتعرض لها جماعة الحوثي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. والمثير بهذه المسألة أن الأمور ممكن أن تزداد سوءا على جماعة الحوثي، حيث أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال سوف نهاجم مرة أخرى طالما كان ذلك ضروريا. كذلك تم تشكيل وحدة عسكرية أو شكلوا وحدة استخباراتية خاصة جديدة بإسرائيل لمتابعة ما يجري وجمع المعلومات لجماعة الحوثي ووجودهم في هذه المنطقة. يبدو بأنه لم تكن هنالك أي وحدة استخباراتية عسكرية تراقب ما يجري من تحركات لجماعة الحوثي في داخل اليمن. كذلك أن الجويش إنسايدر صدرت وأوضحت قبل حتى الهجوم الإسرائيلي المنفرد على
العمق اليمني وعلى جماعة الحوثي، أوضحت بأن عددا من المشرعين يريدون إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب FTO، لأن عملية إعادة إدراجهم في قوائم الإرهاب في حقيقة الأمر في فبراير كانت بإعادتهم لإدراجهم بقوائم إرهاب يعتبرون هم إرهابيين أو تعتبرهم هذه القائمة إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، هي أقل درجة من تنظيم داعش أو حتى حزب الله اللبناني، لكن إذا ما وضعوا الآن في هذه القوائم FTO يعني أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستهدف قادتهم، تستهدف عناصرهم ومواقعهم كما تفعل على سبيل المثال القيادة المركزية الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالتالي يتغير وضع جماعة الحوثي بالكامل والوضع لن يكون كما هو عليه الآن. وأيضا في نفس الوقت أننا بدأنا نرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأت أيضا تشارك بهذه الضربات، اليوم قاموا باستهداف عدد من الأهداف أيضا في حجة وفي الحديدة، 4 غارات قد جاءت في الحديدة في أماكن قريبة من الأماكن التي استهدفتها إسرائيل، بالتالي فجأة جماعة الحوثي الآن تجد نفسها تحت النار وتحت الضغط الكبير، وهنالك أهداف طبعا من لإسرائيل واضحة جدا من طبيعة هذه الاستهدافات. أولا ضرب ميناء الحديدة هو يأتي كرد واضح من قبل إسرائيل لكل ما تعرضت منه أو كل ما تعرضت له من هجمات الحوثيين في المياه الإقليمية بشكل عام، والتي أدت إلى محاصرة مضيق باب المندب وأثرت على ميناء إيلات، الأمر الذي أوصل هذا الميناء إلى الإفلاس التام، بالتالي هذا أول رد من قبل إسرائيل. كذلك هو يضع تهديد واضح للغاية من قبل إسرائيل للموانئ الإيرانية مثل ميناء بندر عباس أو غيرها من الموانئ الإيرانية التي تستخدمها إيران في استيراد طبعا في تصدير النفط والحصول على الأموال مقابل ذلك، وقد تطور هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل كبير وتحصلوا على الكثير من الأموال التي ساعدتهم في التقدم النووي على سبيل المثال أو حتى التقدم بترسانتهم الصاروخية بشكل هائل من الواردات النفطية التي لم تركز إدارة بايدن على ضبطها، الأمر الذي سمح لإيران في مهاجمة إسرائيل بهذه الصواريخ نقلها لفصائلها في المنطقة وكذلك أيضا إرسالها إلى جماعة الحوثي أو إرسال الصواريخ إلى روسيا لتستخدم في أوكرانيا وتقدمت نوويا كثيرا، وبالتالي ممكن إسرائيل هنا توضح بأنها ممكن أن تقوم بمثل هذا العمل بدلا أن تهدد على سبيل المثال أو تطرح هذه المسألة في داخل الكونغرس الأمريكي من قبل الجمهوريين مثل لينزي جراهام الذي طرح هذه المسألة مرارا وتكرارا. إسرائيل ممكن أن تنفذ مثل هذه العملية، الأهم والأخطر من ذلك أن العملية التي نفذتها إسرائيل هنا قطعت من خلالها مسافة كبيرة للغاية، نتحدث عن 2200 كيلومتر، وهذه مسافة هائلة للغاية، هذه المسافة هي يعني بأن إسرائيل قادرة على تنفيذ أي عملية تريدها ضد أي طرف موجود في منطقة الشرق الأوسط من ضمنها إيران تحديدا. إذا ما إسرائيل أرادت قطع هذه المسافة لتعبر سوريا وتعبر العراق وتصل إلى إيران، كل المسافة التي تحتاج لها 1000 كيلومتر وبعدها تدخل في الأجواء الإيرانية، وهذا يعني أنها قادرة على تنفيذ الضربات لوحدها من دون أي مشاكل. ومن خلال ردة الفعل الإسرائيلية على الهجوم الإيراني الذي شهدناه في أبريل من هذا العام تلاحظ أن إسرائيل نفذت الضربات أساسا من فوق الأجواء العراقية، أي أنها لم تحتاج للقيام بالكثير لكي تحقق الضربة أو تدخل الأجواء الإيرانية من الأساس. كذلك أن هذه الضربة هي ليست أول ضربة أو أطول مسافة قطعتها إسرائيل لتحقق مثل هذه الضربات، لا أبدا، بل إنها في عام 1985 حلقت الطائرات خاصة بها بعملية أطلقوا عليها عملية الساق الخشبية في عام 1985 باتجاه مكتب لجبهة التحرير الفلسطينية، قطعوا من خلالها مسافة 2300 كيلومتر، وبالتالي هنا واضح جدا أن إسرائيل ترسل رسائل للجميع للحوثيين لإيران للفصائل في العراق وللفصائل في سوريا بأنها ممكن أن تتصرف لوحدها وهي قادرة لوحدها على تنفيذ مثل هذه العمليات، ونتنياهو كان واضحا بذلك وقال الآتي: لا تخطئوا، سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل على كل الجبهات، أي طرف يهاجمنا فسيدفع ثمنا باهظا جدا لعدوانه. وهنا جاءت جماعة الحوثي لتهدد الآن بشكل واضح وتقول بأنها سترد، وهذا هو أساس ما هو متوقع من هذه الجماعة، حيث أن العميد يحيى سريع قال بأن الرد على عدوان الحديدة سيكون كبيرا وعظيما بإذن الله، وكذلك محمد علي الحوثي كان قد نشر هذا المنشور وقال: قاف
5 نوع من اللغز أو الشفرة معينة هي التي طرحها محمد علي الحوثي. وجد البعض بأنها متطابقة مع حقيقة صاروخ قدس 4، صاروخ الكروز الخاص بجماعة الحوثي. يعني من الممكن محمد علي الحوثي يقول بأن قدس 5 سيدخل للخدمة عندما يهاجم العمق الإسرائيلي في تهديد واضح لإسرائيل. وكذلك أن شبكة أنصار الحق أيضا أو أنصار الحق الإعلامية كانت قد وضحت وقالت بأن الهجمات ستكون كبيرة أيضا على تل أبيب، وفعلا كان هنالك هجوما باتجاه إسرائيل باتجاه إيلات، لكن الهجوم تصدت له إسرائيل كما تحدثت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمنظومة السهم، وظهر فعلا صاروخ تابع لمنظومة السهم وهو يحلق في الجو، وتمكنت إسرائيل في حقيقة الأمر من صد هذا الصاروخ القادم من جماعة الحوثي بهذه الطريقة التي ترونها خارج أساسا إسرائيل. وكذلك أن جماعة الحوثي أيضا هاجمت إحدى السفن الأمريكية وهي MV بوما كما ترون هنا في البحر الأحمر، أي أن الجماعة مستمرة بالهجمات، لكن هذه لا ترتقي لعملية الرد لهذه الجماعة، بالتالي هنالك ترقب لطبيعة الهجوم. ولكن القلق أن جماعة الحوثي في ظل أنها استخدمت أكثر أو نفذت أكثر من 200 هجمة على إسرائيل لم تحقق الكثير من هجماتها إلا إغلاق فقط إيلات في نهاية المطاف من العمليات التي تقوم بها في مضيق باب المندب، وضربة تل أبيب تعتبر هي الضربة الأقوى بالنسبة لجماعة الحوثي، بالتالي ليس واضحا كم ستحقق جماعة الحوثي في نهاية المطاف. والقلق الأكبر أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق الصواريخ بهذا الشكل من فوق الأجواء للمملكة العربية السعودية في ظل أن جماعة هددت كثيرا المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة. شيبا انتليجنس أكدت بأن هنالك منظومات صاروخية وجهت باتجاه السعودية، والمملكة العربية السعودية في حقيقة الأمر مسألة سيادة بالنسبة لها، لا تقبل لإسرائيل أن تحلق فوق أجوائها أو أي طرف ممكن أن يطلق أي صواريخ فوق أجوائها ضد أي طرف آخر لأنها ليست نقطة نزاع. ولكن الجماعة في ظل تهديداتها وعدم مقدرتها لفعل شيء من الممكن للسعودية أن تتصدر الصواريخ مسألة سيادة. جماعة الحوثي تقول السعودية تدافع عن إسرائيل وبعدها تصعد باتجاه المملكة العربية السعودية، بالتالي المسألة خطيرة، من الممكن أن تذهب إلى مديات أبعد من جماعة الحوثي وإسرائيل، وإنما تقحم المنطقة بأكملها في ظل أن هذه الأطراف تهدد أيضا السعودية من أي علاقات مستقبلية مع إسرائيل. والمثير بأخبار عاجلة أيضا قد جاءت قبل قليل، وقبل بدئنا لهذا البرنامج أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يعني الفترة القادمة حتى الانتخابات بأن بايدن قد يوافق على الكثير من الهجمات ويدعم إسرائيل في الكثير من الهجمات التي تنفذها إن كانت على الحوثي أو إن كانت على أي فصيل آخر أو حتى العمق الإيراني.